أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم همسات عابر من خلال الفضائية القبطية بنرحب بأحبانا المشاهدين بيشاهدونا اليوم وحلقة خاصة جدا بنتكلم فيها عن شخص المسيح وزي ما احنا بنقول ان الكتاب المقدس وحدة كاملة من التكوين للرؤية بيتكلم عن شخصية فريدة هي شخصية رب المجد يسوع المسيح اللي ما فيش مثيل زيه فعلا إله عظيم إله قدير إله لكل المجد وكل العظمة وكل القدرة ليه المجد من الآن وإلى الأبد آمين. النهارده بيسعدني ويشرفني يكون معايا أخي وشريكي في هذه السلسلة الجميلة جدا اللي بنتكلم فيها عن فلسفة الكتاب المقدس. ويمكن فلسفة الكتاب المقدس بحسب إيماني تنبع من فيليسوف الكتاب المقدس الرب استخدم فلسفته وعلمه ودراسته إنه يكتب 14 رسالة من رسائل العهد الجديد ويستخدم هذا الاناء الاناء المختار ان هو يكون مبشر او رسول الامم اللي بيتكلم عن كل ما فعله المسيح معاه وكل ما استلمه من المسيح هذا هو بولس الرسول نشكر الرب من اجل هذا التعليم اللي بناخده من خلال كتابات بولس الرسول فيلسوف الكتاب وطبعا انا بقول ده بحسب ايماني ان رساله العبرانيين اللي احنا نتكلم من خلالها لا لم يذكر فيها اسم كاتبها ولكن الصياغه بتاعته وطريقه الكتابه تؤكد ان هو بولس الرسول يسعدني وشرفني يكون معايا النهارده اخي وشريكي في هذه السلسله الرائعه جناب الاسيس ميخائيل طحام من سوريا اهلا بيك حضره الاسيس الله يباركك شكرا ربنا يباركك ويستخدمك دايما لمجد دايماً اسمه, اسمه, وفي بدايه حلقتنا ترفعنا في طلبة صلاه بعد إذن امين دايماً. يا ربنا الصالح ايها الاب والابن والروح ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الاقنوم الثاني في اللاهوت الاله الازلي الابدي الاله الذي احبنا فضلا وقد مات من اجل خطايانا لكي يحضرنا قديسين وبلا لوم امامه في المحبه. يا رب نعلن ان حضورك هو اهم شيء في هذا اللقاء وروحك القدوس نحن لا نستغني ابدا عن روحك القدوس لان لا بر ولا تقوى فينا تستطيع ان تقدم كلمتك، هذه كلمتك يا رب، هذه رسالتك، هذا ما تريد ان تكلم به الناس فارجوك يا رب لا تسمح لعبيدك ان يكونوا هم المتكلمين بل روحك القدوس هو الذي يتكلم لان نحن نعلن ضعفنا امامك نعلن عدم استحقاقنا نعلن بان لا شيء فينا لذلك عيوننا نحوك يا رب كما ان عيون العبيد نحو ايدي سادتهم هكذا عيوننا نحوك انك انت تاتي بسلطانك على هذا المكان المتواضع والبسيط لمجد اسمك لكي تعلن كلمتك وترفع اسمك عاليا لأنك تستحق يا رب تستحق كل المجد والكرامة يا رب هذه القناة تحتاج إلى معونتك الإلهية تحتاج إلى سندك تحتاج إلى دعمك تحتاج إلى أن تكون في وسطها سور نار من حولها وفي وسطها مجد لا تسمح يا رب أن يكون في معطل في هذه القناة لا مادي ولا معنوي ولا روحي ولا أي شيء بل أن تكون الأول والآخر بارك كل من يعمل فيها وجههم بحسب قوتك وغناك يا رب نحن نعلن أن بلادنا العربية تأن وتتوجع بالأخص يا رب لبنان الجريح اللي فعلا يمر بأزمة صعبة جدا 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 يا رب رغم الأمراض كورونا رغم يا رب الفقر رغم الفساد الموجود أشياء كثيرة يا رب وأتى الانفجار يا رب لكي يأتي بالكثير من الويل على هذا الشعب ارحم لبنان ارحم شعب لبنان ارحم يا رب هذا البلد الجريح المعذب المضطهد الغير ثابت يا رب ارجوك انت تحط مجدك وسلطانك على لبنان على شعبه على كل على شعبك وغدا مرعاك هناك على كنيستك على على من يؤمنون باسمك ويرفعون اسمك عاليا يا رب بين يديك بلادنا العربيه ان كان مصر وان كان سوريا وان كان الاردن وان كان العراق وان كان فلسطين لا تترك ولا تنسى ولا تستثني بلد عربي إلا وتحط يدك الرائعة بركتك إيدك المثقوبة بركاتك نعمك يا رب نحن محتاجينك محتاجين أن تسمع صوتك محتاجين أن تصل القلوب هناك كثيرون يبحثون عنك يا رب فأرجوك يا رب باسم الرب لا تبخل أنت سخي طول عمرك يا رب سخي أنت رائع يا رب أنت صفاتك كلها رائعة مد إيدك إلى كل إنسان عربي ولا كل وهالبلاد اللي نحن عم نعيش فيها الان يا رب انت قادر تسيطر عليها بعد ما دب الفساد فيها وبعد ما انتشرت الافكار اللي بتبتعد عنك يا رب انت قادر تحل بروحك من جديد على امريكا على الدول العربيه على الدول الاوروبيه على العالم اجمع يا رب نحن عايش الايام الاخيره محتاجون ان نرى مجدك نعطيك كل المجد ايها الاب والابن والروح باسم يسوع امين ثم امين امين ربي يباركك يا عزيز وندخل محضر الرب بترنم دياره بالتسبيح تعال نرفع الرب النهارده ونعليه ونقول له يا رب نباركك يا ملك المجد يا مليك المجد ربنا وولينا الى الابد قادر ارتفعت راسا على الجميع لك رب القوه والسلطان يسوع نرفع اسمك عاليا يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع نبارك اسمك يسوع نرفع اسمك عاليا يسوع نرفع اسمك فوق كل ليس، فالبهاء والجلال لك وحدك يا يسوع نبارك اسمك يا يسوع نبارك اسمك مستحيل أن تأخذ المجد القدرة والكرامة قد ذبحت واشتريتنا فديتنا بدمك نحبك فوق كل قوة فوق كل اسم وسياده انت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الاشياء فوق كل قوه ورياسه فوق كل اسم وسيادة أنت قائم كلس في السماوات تخضع لك كل الأشياء مستحيل أن تأخذ المجد الكرامه مستحيل ان تاخذ المجد القدره والكرامه قد ذبحت واشتريتنا فديتنا بدمك نحبك قد ذبحت واشتريتنا فديتنا بدمك نحبك <applause> نحبك يا رب لأنك أحببتنا أولا أمشك. حتى الأسيس لما نتكلم في رسالة العبرانيين والعمق الكتابي وفلسفة الكتاب في هذه الرسالة الرائعة اللي بتتكلم عن شخص المسيح وبنتكلم عن تفوق المسيح والنهاردة بنتكلم عن الجزء رقم 18 ويمكن الجزء رقم 18 مش صح 18 ده هم 13 إصحاح بس لكن الجزء رقم 18 وإحنا لسه في الإصحاح الثامن في آخره لما تكلمنا قبل كده عن تفوق المسيح كابن الانسان تفوق المسيح كابن الله نعم. تفوق ذبيحه المسيح او تفوق كهنوت المسيح تفوق المسيح بكل صوره اللي اللي اللي, اللي تمثلت في تجسده وجمع بين اللاهوت والناسوت في ان واحد وايضا في الملك والكاهن الاعظم الملك الاعظم لانه ملك الملوك ورب الارباب والكاهن وكاهن العلي الاعظم الذي كان على رتبه ملكي صادق موضوع مهم أوي وخاصه ان احنا لسه ما خلصناش الجزئيه بتاعه الاصحاح الثامن بس في عجاله تفكرنا لونه المره اللي فاتت بسرعه ونخش على نهايه الاصحاح الثامن وربنا يدينا وقت ان احنا ندخل في الاصحاح التاسع النهارده امين امين مثل ما حضرتك قلت انه رساله العبرانيين هي رساله السمو, السمو المسيح على كل كل شيء على كل شيء نعم على الانبياء على القديسين على الملائكه على مين من عاشره مين من واكبه مين من صار معه هو الاعظم هلا وقلنا مرات ماضيه وبنرجع بنكرر اللي ما سمعنا يعني في كثير من الناس بيريدوا يعظموا الشخص اللي بيتبعوه بيريدوا يرفعوا مقامه بيريدوا يعطوه صفات هي الحقيقه ما هي موجوده فيه لكن شخص الرب يسوع المسيح كل الصفات وكل الكلام اللي ممكن نقول عليه هو اقل جدا مما هو في طبيعته وفي صفاته الحية لأنه نبع كل شيء صالح لأنه النبع لأنه هو الخالق ما. لأنه هو الكامل لأنه الحية كيف من يعني ونحن عم جايين بالطريق كنا عم نستعرض أنه شو هالشخص هذا اللي ما يوم فكر بنفسه ما يوم فكر في نفسه كان دائما همه أن يخدم الناس يجول يصنع خيرا يشفي الأمراض يشفي كل من متسلط عليه إبليس فقال ابن الانسان ما جاء ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه يسوى. يا يسوع آه. يعني نحن واحدنا بالاخص وقت بيشوف حاله باي جزء من حياته انه صار عنده مركز او شيء بحاول يستفيد من مركزه بحاول هلا كل المسؤولين العالم بتحس انه نفوذهم ومركزهم بيستفيدوا منه الا شخص الرب يسوع المسيح كان يخدم 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 نعم. على الأرض يخدم في السماء يخدم لا زال يخدم سيأتي ليخدم ما هذا الشخص الحقيقة نحن دائما 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 كل كتابات العالم مقصرة بحق هذا الشخص الفريد فنحن قلنا مثل ما حضرتك قدمت في المقدمة أنه بالإصحاح الأول تفوق المسيح كابن الله في الإصحاح الثاني تفوق المسيح كابن الإنسان عندنا من صاحات ثلاثه بنشوفه هو اعظم من موسى بعدين اعظم من هارون بعدين هو على رتبه ملكي صادق اعظم من من كهنوت لاوي اللي نحن هلا بالجزء اللي عم نحكي عن كهنوت شخص الرب يسوع المسيح لانه نحن قلنا بالسابق انه ثلاث قمم اساسيه هي صفاته في شخصه صفاته في لاهوته في كهنوته وصفاته في ذبيحته هي اهم ثلاث قمم في رساله العبرانيين نعم رساله العبرانيين انت حضرتك دائما تعطيها تشابيه حلو انه فلسفه الكتاب المقدس العمق الالهي بس دائما لازم نحن نذكر انه هي صله الوصل بين العهد القديم والعهد الجديد لانه يعني بيكلم العبرانيين الذين عبروا نعم. الى ارض الموعد يعني نعم. بيكلم اليهود بكلف ناس عارفين بالكتاب المقدس. آه. ومنهم جزئين الجزء العارف وبينكر والجزء العارف و... وبي... ومؤمن ولكي و... و... لا يخور. نعم نعم. لكي لا ي... يخور فبنشوف انه آه الرساله العبرانيه هي صله الوصف العهد القديم وكثير من الامور المكتوبه في س... في الرساله العبرانيه تفسر مقاطع مهمه واشياء كانت غامضه على كثيرين فاجت اجت رساله العبرانيه لتوضح امور في العهد القديم مهمه جدا ان نفهمها ونش ونميز حقيقه سمو المسيحيه عن اليهوديه، سمو سمو المسيحيه وإحنا إحنا دايما عشان الناس ما يفكروش انا بلاحظ بعض الخدام او بعض الناس يقول لك احنا في عهد النعمه ما لناش دعوه بالعهد القديم، لا يا احبه الكتاب المقدس وحده واحده زي ما بنقول دايما ان العهد الجديد موجود في العهد القديم و مشوش او بمعنى اصح اصح مظلل مش واضح قوي لكن في العهد القديم واضح جدا جدا في العهد الجديد لان العهدين هما بيفصلهم شخص المسيح والعهد القديم والعهد الجديد من التكوين للرؤية بيكلموا عن شخص المسيح وهذا الكتاب صالح لنا كلنا لكل البشر ما عدا أول آيتين في الكتاب المقدس كله بلهمش زمن ما تاريخ ده اللي هو الرب بيقول في حاجة اسمها كون لكن بدأ من صاح الثالث وقال الرب فقال من العدد فقال التالت كان من عدد الثالث من صاح الأول في سفر التكوين في بدأ الرب لأن هذا الكتاب وحدة متكاملة ما بنفصلش ما بين العهد القديم والعهد الجديد لكن العهد القديم هو عهد الناموس الإنسان عرف الخطية وعرف العقاب بتاع الخطيه من خلال ناموس لكن العهد الجديد عهد النعمة الإنسان لما يتبع النعمة بيكره الخطية ولا يأتي إلهه مش بيستنى أنه يخطئ علشان يتبرر لا هو تبرر أساسا بس لو آمن بالمسيح إيمان حقيقي يتم تحريره وتبريره كاملا أمين الحقيقة نحن المرة الماضية كنا عم نجول في الإصحاح الثامن وما كتير غصنا فيه لكن لابد انه نرجع نركز على الاصحاح الثامن ونشوف الـ الاشياء والبركات الموجوده في هذا الاصحاح. اول شيء ببدا اول ايه مفتاحيه الحقيقه بقول واما راس الكلام فهو ان لنا رئيس كهنه مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمه في السماوات خادما للاقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا انسان راس الكلام القمه هات من الاخر نعم عرفت من الاخر بدك زبده الكلام راس الكلام هو أنه لنا رئيس كهنه مثل هذا جلس في يمين العظمه ليه خادما تصور جلس في يمين العظمه ليخدم وطبعا هنا يمين العظمه الله ما يعني بنقول ده, ما ده تشبيه ومعنى لقوه الله لان اعطي للمسيح كل سلطان ممن في السماء ومن على الارض ومن فوق الارض يعني ومن تحت الارض يعني كل السلطان اعطي لشخص المسيح من خلال القوه والقدره والملكوت اللي هو يملكه. بس في شيء لازم ننوه عليه حتى ما يصير كلامنا فيه نوع من التشويش. هو لم ياخذ هذا المركز ك كالله هو الله هو الله. لكن لا لكن لا لا. كانسان كابن الانسان اه لاني آه. لازم نركز آه. طبعاً. على طبعا كان على الانسان لان ده اللي كان بيقوله السيد المسيح لما كان بيغفر الخطايا ويمكن دي موجوده في انجيل متى لما كانوا بيسالوه يعني يعني لهم انهي افضل انهي اصبط انهي احسن انهي اسرع انهي ان انا اغفر الخطايا دي اسهل هو حد شايف حاجة لكن لتعلموا أن لابن الإنسان سلطان, سلطان على مغفرة الخطايا هلا هون برسالة العبراني بصحة اثنين شو بيقول يسوع نراه مكلنا يا أهل يسوع, يسوع ما قال المسيح ما قال ابن الله ما قال ابن الله, الله لأنه يعني هو هو, هو من الأزل للأبد هو الله وده للملاك الملاك إبراهيم لما بشر العذراء مريم قال لها ايه القدوس المولود منك فهو القدوس بالتعريف ويمكن دايما بنقول لما يعرف حد بالالف واللام يبقى هو الفريد طبعا فما بيقول القدوس يعني ما فيش ما فيش حد غيره هو القدوس قال التعريف قال التعريف دي ما ما ملوش مثيل نعم. المعلم الصالح نعم النبي نعم الرسول نعم. هو ال كل شيء نعم في انبياء ده في الهه بحسب فكر البشر بالظبط لان حتى القضاة في العهد القديم كانوا يسمون الهه لا وبعدين حتى الرب لما قال لا يستطيع احد ان يخدم سيدين هينكر الاخر ويبقى ليه ولاء للتاني م. هيعمل ايه؟ لا يستطيع احد ان يخدم سيدين اما الله او اله المال مامون م. اله المال لكن احنا في الترجمه العربيه بنقولها المال لكن م. هو بيتكلم على عباده المال فهناك الهه كثيره م. لكن الاله الوحيد والواحد الواحد الذي ليس له لا مثيل ولا قريب ولا شبيه هو يسوع المسيح الظاهر في بمن تشبهونني يقول الرب آه. بمن تشبهونني فل... للتوضيح فقط للتوضيح آه. طيب إذن الآية البداية كانت رأس الكلام لنا رئيس كان مثل هذا قد جلس في في أمين العظمة في عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي ليه لأنه كان في مسكن آخر وعلى الأرض وعلى أنه هون من خلال الاصحاح التاسع كيف في تمييز بين المسكن الحقيقي والمسكن الذي نصبه الانسان. طيب هلا قلنا في المره الماضيه انه الايه ال رقم سته هي من الايه المفتاح اللي ربطت الاصحاحات 7 8 9 10. نعم اللي هي ولكنه بمتحد... الان قد حصل نعم على خدمه افضل بمقدار ما هو وسيط ايضا لعهد اعظم قد تثبت على مواعيد افضل في ثلاث حاجات جامدين قوي إيه. شايف, شايف هي. شايف هالروعه هي هي الايه المفتاحيه ب 8 6 خدمه افضل تربط تربط الاربع اصحاحات 7 8 9 10 مع بعض وتعطيها القوه والجماليه بكلمات بسيطه قال حصل على خدمه, خدمة أفضل. أفضل. بمقدار ما هو وسيط لعهد اعظم ومواعيد افضل تثبت على مواعيد افضل ثلاث حاجات ثلاثيه رائعه ثلاثيه <applause> رائعه <تصفيق> رائعه مبارك الرب <applause> فبنشوف انه الحقيقه حبينا هيك نجول على الاصحاح التام بس انا مش عايز افوت الايه دي عشان برضو نوضحها الثلاثيه دي نعم معلش ممكن ناخدها واحده واحده الثلاثيه دي ونكمل بعد كده لا, لا ما هي الخدمه الافضل؟ آه خدمه المسيح المسيح لم يخدم على الارض لم يدخل القدس ولا دخل القدس اخذت نحن بنعرف بالعهد القديم انه كان في خيمه الاجتماع ومن ثم صار الهيكل نعم بديوا بالخيمه اللي اسسها موسى وبعدين صار الهيكل اللي اسسه سليمان لكن الفرق انه الرب يسوع عندما كان على الارض لم يدخل الى خدمه مع العلم هو رئيس الكهنه الاعظم لكن لانه اول شيء ما منصبت هارون ما منصبت لاوي وما هو ما بينكرش ما بي ليست على الارض ما ما ما, بي ما بينكرش نفسه او ما بي ما ما بيبقاش ضد نفسه ما هو اللي قال الكلام ده هو اللي عمل سبت هارون ايه سبت لاوي ايه طبعا هلا, هلا راح نشوف من خلال راح نستعرض الموضوع راح نشوف انه هي خدمه مرتبه من الرب ما ما بيفكر بشر لكن الفكره وين لانه شو بقول خدمه افضل وين الخدمة الأفضل؟ شفناه بالعدد الأول خادما للأقداس لم يخدم الأرضيات لكن خدم الأقداس السماء فالأقداس السماء هو خادم كشفيع لنا لكي يظهر أمام وجه الله لأجلنا هو بدأ الخدمة الأروع والأسمى والأعظم فخدمته هو لم يخدم على الأرض فالخدمة السماوية خدمة أفضل طيب ليه الفرق ليه الخدمة الأرضية هل هي ما هي صالحة صالحة هل هي ما هي مرتبة من الرب مرتبة من الرب لكن شو الفرق الفرق أنه لأنه خدمة متكررة دليل أنه هي أضعف ودليل أنه ما هي كاملة ليه لأنه تتكرر باستمرار شايف هلا لكن الخدمة انت... الخدمة اللي كانت موجودة في العهد القديم دي يا سيس كانت تعتبر رمز لما فعله المسيح كخادم العلي الاعظم او اللي هو رئيس الكهنه الاعظم لما قدم نفسه هو بنفسه قدم نفسه ذبيحه بدلنا يعني كانت كل الخدمات اللي بتقدم في العهد القديم من الكهنه ومن الذبائح ده كلها كانت رموز للعهد الجديد وما فعله المسيح نعم هلا نحن أه درسنا في المرات الماضيه القديمه درسنا اقسام خيمه الاجتماع اه طبعا وقلنا انه كل قسم من الاقسام السبعه ترمز الى عمل المسيح بناحيه معينه اكيد الا التابوت هو يرمز الى المسيح, إلى المسيح بالذات. نفسه الى شخص المسيح بالذات نعم ف طبعا كل ش... كل قسم من اقسام الموجوده في قدس الاقداس او القدس هي رمز حتى في الدار الخارجيه عندما تبدا بالدخول ترى مذبح النحاس وترى المرحضه فبتشوف انه هالاقسام هي كلها ترمز الى عمل المسيح وما عمله على الصليب مثل ما حضرتك تفضل لكن التابوت بالذات هو يرمز الى الشخص المسيح وصفاته الكامله. ف ممكن نحكي عنه هلا وقت نتطرق له. ف نتطرق لذبيحه اذا ذبيحه <applause> المسيح الاصحاح التاسع اذا اذا <applause> وصلنا <للـ تصفيق> اتمنى إيه فبنشوف بانه خدمة المسيح أفضل لأنه يخدم في مكان أفضل وخدمة مرة واحدة لا تتكرر لذلك خدمته المسكن الحقيقي هلا موسى وقت بده يعمل خيمة الاجتماع شو طلعوا الرب على الجبل تم أربعين يوم وقال له تصنع الخيمة على هذا المثال على أرى كل شيء فنزل موسى وأخذ بصلة والخدام اللي معه وعملوا مثل ما أرى الرب على الجبل ليه؟ لأنه هي رمز للسماويات الخدمة الحقيقية اللي جلس فيها الرب يسوع المسيح كرئيس الكهنة الأعظم لكي يخدم في الأقداس خادما للأقداس وللمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان بينما الخدمة الأرضية هي خدمة تقوم على الإنسان هاي بالنسبة لخدمة أفضل طبعا مختصر نعم. بالنسبة العهد الأعظم للعهد نحن بنعرف انه العهود اول شيء هي لازم تكون بين طرفين نعم وحكينا عنها المره الماضيه ويمكن اكثر مره قلناها أه بدي بدي العهد مع ابراهيم وقت الرب اقطع عهد مع معك ومع شعبك وراح تكونوا الي خاصه وهيك ف كان يبقى العهد انه لابد انه يكون في ودم ويعدوا الطرفين فيه ويعدوا الطرفين فيه، ولكن شو الرب عمل؟ أعطى سبات سبات لإبراهيم حتى ينام لأنه مين إبراهيم؟ عشان يوقف الرب كله بالكامل يقف قدام الرب ويعطي عهد؟ لأن نحن ياما 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 بنعطي عهود للرب وبنكسر العهود، ياما برأس السنة بنقعد في رأس السنة وبنتأمل انه شو رح نعمل للرب وشو رح نخدم الرب وقديش رح نكون أمينين مع الرب وقديش رح نقرا بكلمة الرب وقديش رح ناخذ أوقات في الصلاة أكثر وبنحط عهود وبنحط عهود وأيام بسيطة بتشوف كسرنا كل هذا ونسيناه ويا رب سامحنا والشغل وأنت بتعرف ونبلش بنحط أعذار الحية فالعهد هو بين طرفين وبدي من إبراهيم لكن اللي كان عم بركز عليه بالرساله العبرانيه هو العهد بين الله وبين الشعب القديم ليه؟ لاني وقت قال له الرب لموسى قال له صعد على الجبل وقت نزل بمجده على جبل سيناء وبدا الجبل يهتز ويرتجف وبتطلع دخان ونار وقال له ممنوع حدا يقترب تحط سور ممنوع لا انسان ولا بهيمه تقترب من الجبل، كل من يقترب يقتل، ليه؟ لانه قداسه الله لا يمكن تسمح للانسان الخاطئ أن يقترب. وهيك كله بذكرنا بصور كلها من العهد القديم وقت بدايه الـ 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 الانسان في الجنه وقت ادم اخطا شو سوى الرب؟ طرده برا لا يمكن أن يقترب من قداسه الله وهو بالخطيه، فلا يمكن انه نحن الملوثين بالخطيه نقترب من قداسه الله، فلا بد من انه نتكفر ينغفر خطايانا نتبرر وهذا صار في دم المسيح بالعهد القديم شو كان عباره عن ذبائح يقدم ذبائح باستمرار وشوف الذبائح متكرره لذلك هي ناقصه وكانت رموز للذبيحة الاعظم طبعا ذبيحه المسيح طبعا لكن احنا بنقول إن, ان الانسان اللي بيؤمن بالمسيح الكتاب بيقولها انتم الذين امنتم بالمسيح انتم الذين اعتمدتم على اسم المسيح قد لبست من المسيح ففي الحاله دي الاب لا يرى الأسيس أه ميخائيل ولا يرى يوحنا لكن يرى المسيح اللي احنا لابسينه لان هو اللي بقى مغطينا كفر غطاء نا. كفاره كفر غطاء نا. بيغطي الانسان وساعه ما الانسان بيتغطى تماما المسيح هو اللي بيغطيه لان هو ده اعتقد هو ده العهد الاعظم اللي حصل لينا ان حتى لما المسيح في ساعه العشاء الرباني لما أخذ الكأس وشكر وقال خذوا اشربوا هذا هو دم العهد الجديد ده, ده عهد جديد العهد الجديد اللي أنا بعمله معاكم أنتم ده عهد 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 الكفارة مش عهد الذبائح وعهد الناموس لكن عهد النعمة لا لا هلا هون هلا من خلال هون الشيلة اللي بالعدد العاشر رح نشوف البركات اللي هي للعهد الجديد اه اللي اللي عم تمتع فيها المسيحيين الان <applause> لكن هلا نحن بشو عم نقول؟ عم نقول انه وسيط عهد اعظم، شو هذا العهد؟ العهد القديم كان بين الله وبين الشعب، قال له آه هاي الوصايا هيك كل الكلام اللي قاله الرب شو قالوا الشعب؟ مهما قال لك نفعل. نعم. حطوا حالهم قدام عهد. نعم. فمنشوف بانه الشعب التزم قدام الرب انه نحن شو ما بيقول الرب نحن جاهزين. فشو سوى موسى جاب دم وزوفة ورش الكتاب اللي كتب فيه كل كلمات الرب اللي مطلوبة من الشعب سجلها فيهم ورش على الشعب حتى يكون العهد بين الله وبين الشعب نعم لكن للأسف الشديد شفنا انه الشعب كيف كسر العهد على طول <applause> طيب هلا صار في عهد جديد العهد الجديد هو بين مين ومين بين الله الاب والله الابن الضامن فهذا العهد الجديد حضرتك عم تقول انه في العشاء الرباني في الليله الاخيره اخذ كاس شرب وهذا هذا هو دمي للعهد الجديد العهد الجديد ما انت يا انسان مسيحي قادر انك توقف العهد لان نحن بالصراحه ما أنا افضل من الشعب القديم ما انا افضل من اي شعب كان لانه الانسان كلياتنا نحمل الوراثه الطبيعه القديمه التي تجذبنا الى الخطيه والتي تؤخرنا عن عمل نعمه الرب الطبيعه الفاسده اللي اخذناها آه نعم بالوراثة آه فلذلك بنشوف انه يعني المسيحي ما هو سوبرمان ما هو جاي من السماء ما هو جاي من كوكب اخر المسيحي انسان مثله مثل الاخر لكن في هناك ضامن للعهد هو شخص الرب يسوع المسيح لذلك هو وسيط لعهد اعظم ما هذا العهد هلا بنشوف هلا رح نجي بالعشرة 10 و11 و12 و13 بنشوف الصفات هي نعم طيب الحاجه طيب. الثالثه هي مواعيد افضل آه. ايه المواعيد الافضل دي؟ طيب. المواعيد شو بالعهد القديم شو كانت؟ تعمل كذا تحصل على كذا بنروح على تثنيه 28 وبنشوف اذا كذا اذا عملت كذا راح تكون مبارك في في معجنك وفي كرمك صح البركات. عرفت؟ آه. فبتشوف انه حط كثير من الوعود الرب اللي قال على شرط اذا سمعتم لصوت الرب الهكم وتبعتم وصيه الرب الهكم. نحن شو عندنا مواعيد؟ اول شيء العهد القديم كان مواعيد ارضيه كلها كلها زمنيه بينما احنا شو وعود؟ كل وعودنا نحن سماوية قال الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع آه. <applause> بس البركات اللي نحن نحصل عليها كلها بركات سماوية سموي. سماوية هي ابدية ثابتة لا تتغير لأنه برسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول العدد التالت شو بقول له مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماوات في المسيح ايه شو بيقول لميراث لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل محفوظ في السماوات لاجلكم انتم الذين بقوه الله محروسون يا شو هذا يا رب لك سامحني اقول لك يعني هلا كثير ناس عم تنتظر ميراث ارضي من ابوها ابوه بكون عنده شويه ثروه بتلاقي متمسك فيها الاب اللي ما بيعرف كيف يفلت الثروه من ايديه والاولاد عم تستناه يا ايمت بده يموت الاب ويحصل على الميراث بس ممكن يموت الولد قبل ما يموت الاب ممكن تضيع آه. الثروه ممكن هي اشياء يعني لازم الانسان يفكر فيها لكن الميراث لكن... الابدي اللي محفوظ لنا في السماويات انتم الذين بقوا يعني الميراث لا يتدنس لا يضمحل محفوظ لاجلكم انتم الذين بقوة لا محروسون الميراث محفوظ وان ونحن محفوظون لكي ننال هذا الميراث وهو ده الميعاد الافضل هذا المواعيد هذا المواعيد هذا المواعيد الافضل فبنشوف بانه الحياه هي ايه مفتاحيه ورائعه نعم وما اعطيناها حقها من الشرح الحية لكن نشكر رب انه انت ركزت عليها طيب أمين هلا راح نروح رح نروح للبركات العدد العاشر ايه راح نروح للبركات اللي معده للانسان المسيحي في العهد الجديد نعم طيب هلا لازم نقول انه العهد الجديد هو كان كمان مع الشعب القديم لكن مين استفاد منه؟ استفاد منه المسيحيين كل الذين قبلوه ابدا بس هو لانه شوف شوف كيف بيقول لان هذا هو العهد الذي عاهده مع بيت اسرائيل، ده. شايف؟ لازم نركز انه العهد هو هاد هو لبيت اسرائيل. بعد تلك الايام يقول الرب اجعل، شوف البركه الاولى اجعل نواميسي في اذهانهم واكتبها على قلوبهم مش زي ما الفريسيين كانوا بيكتبوها على صدورهم وعلى جباههم وعلى جباههم يكتبها على أتشوفهم. قلوبهم مكتوبه بس جوه قلوبهم بس الفكره وين؟ آه. اجعل نواميسي آه. شوف شوف الفكره يعني معنى كده ان تجديد الذهن اللي بيحصل للانسان المسيحي بيبقى من الله ذاته لانه هو اللي بيجدد الذهن لو الانسان بيقبل عمل المسيح لانه بيخلي نواميس الله شريعه الله في ذهن الانسان المؤمن لكي لا ينحاز على ب... يبقى بعيد عن خط ربنا نعم. عن خط ربنا نعم نعم هلا ال... انت كلمه حلوه يجدد الذهن يجدد الذهن لاني الحقيقه اذا كان ذهننا لازلنا بالذهن اللي نحن ورثناه من من طبيعه ادم ومن حياتنا الطبيعيه والانسان الطبيعي لا يقبل ما لا لا يستطيع ان يرضي الله، الانسان الطبيعي لا يستطيع ان يرضي الله. لا ما هو حاجه بسيطه يعني كتاب الهنا لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. نعم نعم، بس الفكره وين؟ تجديد الذهن شيء شيء ضروري، بس الفكره وين اللي بدي اقولها انا واركز عليها نقطه صغيره. العهد القديم شو قال له؟ هاي الوصايا قدامك اذهب واعمل. واذا كنت بتقدر تعمل ولا واحد يعني. يعني ولا واحد ولا واحد ولا واحد ولا واحد الا شخص الرب يسوع المسيح فقط لذلك لا نبي ولا رسول ولا من سمي لا حط اسماء حط اسماء الا شخص الرب الكامل لانه انت حضرتك القدوس القدوس المولود منك ودعا ابن الله القدوس المولود منك صحيح ولد من المبارك المطوب مريم لكن هو القدوس آه اللي نوضع في أحشاء بالروح القدس اللي <applause> أه الـ الـ قوة العلية تظللك أه والروح القدس يحل عليك نعم. وقوة العتلين تظللك نعم شايف إذا عمل إلهي عمل الآب مع الروح القدس مع الرب يسوع اشترك اللاهوت الثالوث الأقداس كله في وضع الجنين في بطن المباركة فإذ تشارك الأولاد في اللحم اشترك شوف كل الجنس البشري تشارك لكن هو اشترك اشترك باللحم والدم لكن بلا خطيه. طبعا شايف؟ لانه ما جاش من زرع بشر. ليش نحن عم نحكي؟ ليش عم نحكي هالشغلات البسيطه لكن هي في في جوهر اللاهوت هي. نحن وقت عم نركز على النقاط الصغيره لانه نحن نركز على اشياء مهمه يجب ان ينتبه اليها الاخ المؤمن والانسان الذي يريد ان يتبع الايمان الحقيقي. فإذا إذ تشارك الاولاد في اللحم والدم، نحن كليتنا اولاد، نحن كليتنا خليقه الله، نحن كلياتنا من صنع الله. جميعنا من واحد كويس آه. طيب. إذ تشارك الأولاد في اللحم الدم اشترك أيضا هو فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان موت بس الفكرة أنه هو أخذ لكن ما أخذ كل الطبيعة أخذ اللحم والدم لكن طبيعة غير قابلة للفساد ولا تعرف الخطية آه. لذلك الرب يسوع لا يمكن يفكر بالخطية لأنه ما عنده الاشتهاء الى ما عنده نوع النزعه الى الخطيه، نحن في عندنا الجسد في عندنا الطبيعه القديمه بولس الرسول في روميا سبعه كان عم يحكي عن محاربه الطبيعه القديمه مع الجديده، ويحيي انا الانسان شخص من ينقذني من, من جسد هذه الخطيه أريد أن أفعل الحسنى لست أريد أن أفعل الشر حاضر عندي <applause> يعني بكل وضوح كان بولس الرسول جريء وواضح ما كان عنده لف ودوران ومواربه ومحابات كان يحكي بشكل رائع وواضح فمشوا بأنه اجعل اذهان شلون اجعل نواميسي في اذهانهم يعني شو المتطلبات الالهيه وضع فينا بداخلنا حتى صارت طبيعه منا صارت بداخلنا صرنا ما... نحن وياها واحد فوقت طيب انت بيقول لك لا تشتهي صار انت عندك الطبيعه الجديده و و و اللي تخليني اكره الشهوه اه, أه تقول هاي مش مش افكر فيها أه ولا تفكر فيها ولا تفكر لان ذهني أه وفكري اتغير لفكر جديد وشكل جديد يعني الشهوه اللي كانت موجوده ايا كان نوعها اتغيرت الى حاجه مقدسه أه الفرق الفرق الفرب العهد القديم اين كتبت هذه النواميس م. الوصايا كتبت على حجر نعم. بينما في العهد الجديد كتبت على قلوبنا نعم. رسمت في اذهاننا كتبت على قلوبنا صارت شيء داخل صار في منك طبيعتك انت لا تشتهي بقول لك لا تشتهي انا جاهز يا رب ما اشتهي بس هل نحن بلا خطيه هل نحن كاملين لا ليس ولا واحد آه. بس الفكره وين انا بحب كثير كثير نوضح شغلات صغيره لانه اكيد اللي بده يسمعنا رح ينتبه لهالشغله أه هلا وضع نواميسه في اذهاننا كتب على قلوبنا صارت جزء مننا صارنا نحن قابلين للتطبيق قابلين للتطبيق لكن لا تنسى الطبيعه القديمه ولا تنسى انه الانسان له ثلاث اعداء طبعا صحيح الانسان المؤمن ايه الإنسان. مش لسان لا, لسان الانسان العادي الانسان العادي اربع ي... اعداء ر... رايح <applause> لانه في عدو اسمه الموت لكن الموت مش عند الانسان المؤمن ايه بتشوف انه اول شيء الطبيعة القديمه العالم المحيط آه. وابليس وابليس والطبيعه الداخليه الداخل هو ده. الطبيعه القديمه انه هدول اعداء اعداء المؤمن دائما وين بيحاولوا يشدوه؟ يشدوه لل... للخلف فاللي اللي, اللي بيتهاون بيتشد بينشد واللي بيتهاون بيضيع يسقط واللي بتهاون ممكن يتألم ويدفع الثمن الرب راح يخليه يبكي يبكي راح يخليه يدفع الثمن غالي لانه اب وعنده عصا وبيعرف كيف يأدب وبيعرف كيف يوصل رسالته للانسان بيطول باله علينا نعم بتشفع فينا نعم بيرحمنا نعم وان اخطا احدنا فلنا شفيع صح بيعمل بيشفع. البدليه لانه هو دفع الثمن دفع بس المهم ان احنا نرجع ما نفضلش احنا في الخطيه لان في خطيه للموت وفي خطيه ليست نا. للموت نعم نعم يعني الخطيه ليست للموت الانسان بيخطئ كلنا خطائين ايه؟ بس بنتوب وبنغسل رجلنا كل يوم بننظف نفسنا كل يوم نعم واخد بالك؟ ب... لكن الانسان اللي بيروح وبيتعمد للخطيه يبقى خطيته دي للموت يبقى هو بيخدع نفسه وهو اللي اسلم نفسه الى ابليس نعم هلا قال انا هو الطريق والحق, والحق والحياه والحياه في طريق اللي هو الرب يسوع المسيح طب اذا انت ما مشيت على الطريق اذا انت ريت تمشي برات الطريق شو سويت مش هتروح للاب مش هتروح لبيت الاب إيه؟ لانك انت خرجت من نطاق سيطره الاب وسيطره الابن وسيطره الروح القدس وانت حبيت تمشي بطريق معاكسه فشو اللي راح يصير اكيد راح تدفع الثمن فيا بتدفع الثمن انك انت تتأد... تتأدب تأديب حقيقي او انك تدفع البعيده حياتك الابديه الى جهنم فانت بدك تختار وارجو ان كل واحد منا يكون واضح نحن نعيش في عالم شرير فاسد فيجب ان نتمسك في المسيح نتمسك بال... بالذهن المتجدد ان نتمسك بقوانين الله المت... اللي داخله في قلوبنا لكي فعلا نطيع الرب من خلاله طيب هلا اذا الذهن هو الذهن اللي الفاهم نعم الذهن الفاهم هلا آه، بتشوف المؤمن آه، الناس العاديين بيقرأوا الكتاب قديش ما قروا الكتاب ممكن بيشوفوه كطلاسم اشياء صعبه ما يمكن يفهموها لكن نحن وقت من... وقت بنجعل وبنسلم حالنا للرب حقيقة وبلش الروح القدس بيعمل فينا وبنطلب معونة الرب تتوضح امور كثيرة كثيرة كثيرة، هلا المفسرين منين بيجيبوا؟ طيب الله يباركهم يعني الله يباركهم، بس بيتعبوا بيبكوا قدام الرب، بيتذللوا قدام الرب، بيتواضعوا قدام الرب، يا رب فهمنا يا رب اعطينا نعمة، بلش الزهن بتفتح ذهن متفتح، الأجعل اجعل نواميسي في اذهانهم نعم واكتبها على قلوبهم بس في 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 واكون لهم الها ويكونون لي شعبا نعم في فكره بالكتاب المقدس بيقول له الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت, أثبت. عم يحكي ببطرس نعم بيقول له وعي هلا عم يحكي عم يحكي عن ظهور الرب تجلي الرب على الجبل وبطرس ويوحنا ويعقوب اللي كانوا معه وقال له بطرس حسن نصنع, نصنع ثلاث خيام بس شو بيرجع بيقول برسالته بقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا انتبهتم إليها كما إلى سراج منير إلى أن يطلع كوكب الصبح في قلوبكم قلبك قلبك داخلك داخلك بصير نور وكلمة يعني... الرب هي كوكب الصبح نعم. هو نفسه كوكب نعم. الصبح فبتشوف أنه واتبول وأجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم قلبك بيصير هو كتاب مقدس قلبك بيصير أنت من داخلك بتحب أنك أنت ترضي الرب وتتبع الرب وتعيش للرب أمين طيب إذن شوف قال أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا كل مقاصد الله هنا بس مش بيتكلم عن الشعب اليهودي او لا لا بني لا اسرائيل هذا بشكل ده بيتكلم عن كل من يقبل المسيح يتجدد ذهنه وينقش في قلبه كل تعاليم الرب يكون الرب وهو هو يكون هذا هو العهد الجديد, آه العهد الجديد, العهد الجديد, العهد الجديد, الجديد نعم بس الفكره وين قال وانا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا, شعباً كل فكره الله انه ياسس مملكه كهنه ويكون هو معنا هو الهنا ونحن شعبه يعني الرب ما طلب انك تكون عبد للاسف الشديد للاسف الشديد ومره حكيتها كان في معي استاذ كنت بدرس بسوريا ف له انه انا ابن للرب قال نحن عبيد قلت له انت حر تكون عبد بس انا ابن في ناس بتحب تكون ده عبيد الرب نفسه قال لا ادعوكم عبيد بل احباء إيه؟ بس تصور انه في ناس بتحب انا عبد، لا الرب ما اختارك لتكون عبد، الرب اختارك لتكون ابن، وانا اكون لهم الها هم وهم يكونون لي شعباً. شعبا شايف؟ هو طبعا احنا كلنا عبيد بطلون دي حاجه طبيعيه، لكن الرب ما خلقنا، خلقنا علشان نكون على صورته كشبهه، نكون عيلته، هو قال: لذاتي مع بني انا ايمت بكون عبد؟ انا ايمت بكون عبد؟ لما ما بكونش واخد منه آه لما اكون خاضع لحد تاني آه؟ شفت قال الذي يفعل الخطيه هو, هو عبد, عبد للخطيه شايف الرب الرب واضح واضح كلام الرب واضح الذي يفعل الخطيه هو عبد للخطيه امتى انا بكون عبد وقت ببقى بطبيعتي اللي ورثتها من ادم وببقى تحت هلا آه ادم شو اللي سوا عصى الرب شو عمل السلطان اللي له خلقه ملك ده اداله كل السلطه انه يسمي الحيوانات خلقه أو خلقه خلقه وكله خلقه وكونه ووضعه في الجنه حتى يكون ملك فهو شو سوا راح عطى الملك لمين؟ لابليس إبليس. وصار هو العبد لابليس وصار تحت سيطره ابليس بدل ما يكون تحت سيطره ربا. العلاقه اللي بيني وبينك الموده اللي كل يوم انا كنت ازورك فيها الرب له كل المجد كان يزور ادم كل يوم طب انا كان كل فكري انه انت نكون نحن اصدقاء تكون يكون انا الهك وانت شعبي انت وذريتك لكن وين اتجه ابليس؟ وين اتجه ادم؟ اتجه لابليس فالذي يفعل الخطيه هو عبد الخطيه، طيب هل هل الله يريدني ان اكون عبد؟ لا لو بريدني اكون عبد شو كان سوا؟ كان باد ادم وجاب حد كتير. لا, لا لا كان تركه كان تركه في الجنه ولحاله وما عاد زاره ولا عاد ولا عاد اه ما كانش جاله خالص من الاساس أه؟ أه. ما كان كان تركه عبد كان تركه لمشيته لكن قال وصنع الرب اقمصه من جلد والبسهما ليه؟ ستر عورته، ستر عيبه، ستر ستر خطيته بالدم اللي سفكه وصنع الرب لا اقمصه من جلد ما خلقش اقمصه ده صانع. صنع صنع ذبح اه اقمصه من جلد يعني جلد اتاخد من ذبيحه في, خادم حلو بيقول الرب اول خياط واول جراح واول مخدر واول <applause> ليه؟ لانه هو اللي بدا بعمليه خدره لادم حتى يطالع منه الحوة وهو اللي ذبح هو اللي, اللي خيط هو اللي لبس هو شوف تصور انه تصور فكره فانا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا شعب. هذا قصد الله مننا ان يكون هو الهنا ونحن شعبه يقينيه الثقه انه نحن اولاد ونحن له وهو النا ونحن فيه وهو فينا والعلمك دي واضحه جدا لما الرب سالوه عن كيف نصلي قال لهم وانتم متى صليتم صلونا هكذا ابانا الذي في السماوات أباني. يبقى الموضوع هنا هو العلاقه بقت بين اب واولاده نعم هو ابانا إيه؟ هلا الشعب القديم كان بيعرف انه الله ابونا قال يا رب انت ابونا قالوا لا الشعب بس كله. ما عاشوهاش ولا واحد عاش ما عاشوهاش ما عاش وعاش. ما عاشه. ما عاشه. ليه لانه ما قبلوا المسيح آه. ما قبلوا المسيح اللي قبل المسيح عاش البنوه اللي ما قبل المسيح ما بده يعيش البنوه صح قال وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد مبارك اسمه. وهو آت آ... لأنه لاقى شو. المقدس إيه؟ يقدس بس يقدس بس بس المقدسين بس في الآية العبوية لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد, المجد أن يكمل رئيس خلاصها بالآلام شايف الفكر شايف الفكر لاق شيء يليق بالحضرة الإلهية أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد وأن يكونوا شعبه وهو يكون إلههم سفر الرواية المقدس, المقدس والمقدسين جمعهم لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد وقلنا عليه حكينا عليه علي. طيب وده اللي قاله في الصلاة الشفاعية اللي قالها في يوحنا 17 كما انا وانت واحد نكون جميعا واحد لنكمل الى واحد يا ايه ده, يا ده؟ بارك ايه الجمال ده مبارك اسمك يا رب. ايه الجمال ده مبارك اسمك يا رب طيب وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون شوف الكلام ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد اخاه قائلا اعرف الرب لان الجميع, الجميع سيعرفونه سيعرفون من صغيرهم الى كبيرهم هلا بتقول لي طيب هلا اذا دورت في العالم بتلاقي كثير ناس بيعرفوا الرب شوف بيعرف عن الرب لكن ما بيعرف الرب هون المعرفه هي المعرفه الاختباريه نعم انك انت تدخل في علاقه شخصيه احنا دائما بنقول وراح نتم نقول لبين ما الرب ياخذ امانته المسيحيه ليست ديانه علاقه المسيحيه علاقه شخصيه انك انت تتعرف وتعرف الرب أنك أنت تدخل في علاقة مع الرب هي ديان المسيحية المسيحية ليست ديانة طقس ورموز وفرائض ووصايا وأفعال دي كلها أنت بتعملها فريق. نتاج للعلاقة الأساسية آه. بس المسيحية هي علاقة, علاقة الشخص وأما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه إذا هي علاقة أنا بدخل بعلاقة معه، أنا بعرفه قال ولا يعلمون شوف ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلاً اعرف الرب لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم بس ليش؟ البركة الثالثة رح تجي لأني أكون صفوحاً عن آثامهم ولا أصبر خطاياهم, خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد وتعدياتهم فيما بعد أول شيء صفوح عن الخطايا أكثر تعب وأكثر ثقل بيعاني منه الإنسان والخطية نعم. لذلك بتقول لي كيف كيف هلا لا هلا شوف هلا في كثير ناس بحاله فقر شديد ايش بتوقع انه احسن شيء هو المال فبيقول لو عندي مال كنت بكون بسعيد لو عندي سلطة كنت بكون سعيد لو انا خلقت في بيت ملك كنت بكون سعيد لو انا يجيني هلا مبلغ عشر ملايين دولار بكون سعيد ليه ليش بقول له لا انا مو لانه انا جربت العشر ملايين ولا لانه انا جربت السيارات الفاخرة ولا لأنه جربت القصور أنا ابن فقير ولازلت زلت عايش على مستوى فقر نشكر الرب الفكرة وين الفكرة أولاد المليارديرية والمليارديرية انتحروا صح وهذا دليل, دليل إيش دليل إنه المصاري ما بت... النقود الفلوس ما بتجيب سعادة لو كانت الفلوس المصاري النقود بتجيب مصاري بتجيب سعاده ما كان الاغنياء والمليارديريين انتحروا هذا دليل انه في شيء اصعب في شيء ما بيخليك ترتاح هو ثقل الخطيه لذلك لا أه بيحكوا عن واحد انه ارتكب جريمه قتل وخلال 20 ثلاثين سنه من عمره كان عايش بتم بكابوس الخطيه الى ان راح سلم حاله السلطات وقال له انا قتلت حتى يرتاح شايف لان الحيه ثقل الخطيه لاني اكون شوف ايمت بنكون نحن شعبه وايمت هو بيكون الهنا وقت اول شيء بيكون صفوح عن الخطيه بيشيل الخطيه عنا حتى نقدر نقترب من قداسه الله فإذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد. فإذ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع شايف؟ فلازم والله بيعرف شو اللازم نحن ما نعرف بولس الرسول قالها في في رومية 8 لا دينون الآن. لا شيء من الدين. لا شيء من الدينون الآن. على الذين على هم, هم في, في المسيح يسوع. نعم. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب, حسب الروح. الروح. نعم. ذلك شو قال؟ لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر. خطاياهم, خطاياهم, خطاياهم وتعدياتهم, وتعدياتهم فيما بعد. تعرف كلمة ولا أذكر خطاياهم هي صفة إلهية؟ تدي ليش؟ بقول لك لانه نحن يا ما قلنا رح نسامح فلان وكل ما اجى امامنا نتذكر لكن يا رب لو قال حاجه ما ينفعش <applause> يرجع في كلام. شايف؟ شايف؟ صح. لا لا الفكره وين؟ الفكره يا ما ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم، طيب يا رب نحن انا سامحت فلان وانا ما بقى اذكر له القضيه لاني بحاول اقلد الرب بحاول لكن بس تقابلت انا والشخص بلاقي حاجة بتذكر الخطية اللي عملها معي والضعف اللي وقف فيه شو بيقول الرب ولا اذكر ليه لانه بيطرحها في بحر النسيان عنده في اعماق البحر في اعماق البحر. عنده قدرة انه ينسى الاساءة هو ما بينساش بس لا يعود يذكرها إيه؟ ان الرب ما بينساش لا إذا لا, لا يعد يذكرها اذا ما انغفرت ما بينساها لكن وقت تنغفر خلاص راح هو ما بيشكرهاش خلاص انتهت خلص كنا لا. لأن... تبررنا لانه صفحي اكون آه. صفوحا آه. ولا اذكر شايف اول شيء بيصفح بعدين من طيب اليهوديه شو كان متكرر كل يوم لازم يقدم ذبيحه كل يوم لازم يقدم ذبيحه كل ما غلط كان يقدم ذبيحه ليه لانه ذبيحه ما هي كامله، ذبيحه حيوان صح بينما ذبيحه المسيح كامله الكامل الكامل الذبيح الكامل طيب نعم طيب في كل قال ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد شوف شوف الايه النهائيه فاذ قال جديدا عتق الاول الاول شوف واما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال شو عم شو عم بيأسس؟ عم ياسس للصحاح التاسع اه شي. شوف عم ياسس هلا شوف عم يضرب عم يضرب العهد القديم بالعهد الجديد وعم ياسس للعهد الجديد نعم آه. ليه عم بقول فاذ قال جديدا عتق الاول طيب م. والعتيق قال وما عتق وشاخ وهو قريب من الاضمحلال خلاص هينتهي انتهى ليه؟ لأن المسيح نفسه هو لأنه عم بيحكي عن عهد جديد آه هو اللي جاء بعهد جديد ليعلن دا مجده جاء عهد عظيم اسمك يا رب. شايف؟ شايف هلا هل شو عم يقفل الإصحاح الثامن ليمهد للدخول إلى الإصحاح التاسع وخلي بالك أنت لو دخلت مش هتحس إن في أي فاصل لا ما لا ما هو أصل الكتاب كان وحدة واحدة ما كانش فيه فواصل لغاية القرن ال15 آه الله يباركك <applause> الله يباركك حلو بس الفكرة شايف كيف عم بيأسس لفكر نعم عم بفرجيك هلا مو انه هلا شوف هذا سمو المسيحيه مو انه انا ولا غيري سمو المسيحي قائمة على ركائز نعم أنت في العهد القديم كنت تقوم بذبائح متكررة أنت في العهد القديم كنت مقيد. تقوم في طقوس ولا تستطيع مقيد بعادات وتقاليد هلأ, هلا رح نشوف بالاصحاح التاسع رح نبدا بالاصحاح التاسع نشوف شغلات عرفت <applause> ما بحب انه اسبع عليه فبتشوف كيف اسس للموضوع انه فرجاك انه المسيحيه اسمى ارقى ارفع لذلك بالاصحاح ستة بيقول بيسقط بيسقط كانه عم ينزل من فوق اللي بده يرجع من اليهوديه من المسيحيه الى اليهوديه راح يسقط مثل كانه واحد بمرتفع ونزل نعم للعمق شايف؟ طيب خلينا ندخل بالاصحاح التاسع ونشوف ايش الرب بيعطينا ثم العهد, العهد, الاول, الأول. فضل تفضل اقرا اذا سمحت ثم آه. العهد الاول كان له فرائد خدمه والقدس العالي لا نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المناره والمائده وخبز التقدمه ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الاقداس فيه المبخره مبخره من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهه بالذهب الذي هو الذي فيه قسط من ذهب من ذهب فيه المن وعصا هارون التي افرخت ولوح لوحي او لو لوح العهد وفوق قاروبا قاروب المجد مظلل الغطاء. وأشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جالات الشعب معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد، ليه؟ ما دام المسكن الاول له اقامه، الذي هو رمز للوقت الحاضر، الذي فيه تقدم قرابين وذبائح، لا يمكن من جهه الضمير ان تكمل الذي يخدم، وهي قائمه باطعمه واشربه وغسلات مختلفه وفرائض جسديه فقط موضوعه الى وقت الاصلاح، موضوع الى وقت الاصلاح نعم هلا خلينا نوقف من من الواحد الى العشره ونحكي عن النقاط المهمه في عندنا هون نقاط بدي فيها شو بيقول ثم ان العهد الاول كان له فرائض خدمه فرائض خدمه شو معنى فرائض خدمه شو معنى انت فرائض خدمه طقوس تقدم في خدمه في اشياء تعمل مرتبة، مرتبة من نعم. الله. نعم لكن شو؟ مطلوبة في مكان معين وليس في كل مكان. يعني هنا محدودة. اه 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 اه. أنت بتتذكر خصيل الحبشة اللي أجا من أثيوبيا لأورشليم يعني يقدم العبادة؟ وتلاقى معه فيلبس وحكى له عن سفر أشعياء وحكى عن الرب يسوع المسيح. وشو ز... ممكن اعتمد؟ اعتمد وبعد ما اعتمد ذهب في طريقي فرحا. طب ليه ما عبد باثيوبيا؟ لان مكان العباده مخصص في الحته دي فقط فقط لذلك الفرائض خدمه فرائض خدمه طقوس معينه صحيح محددة. مرتبه من الرب لكن في مكان محدد. محدد طيب المسيحيه في كل مكان في كل مكان ليه حيث ما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك, أكون, في, في الوسط طيب ما منأسس كنائس لا منأسس كنائس الكنائس هي مجموعة مجموعة مؤمنين بيجتمعوا معا عفوا عفوا نحن عم نحكي كمكان اه هلا هل ما منأسس كنائس منأسس من كنائس. ما منحترم الكنيس منحترم الكنيس طبعا. بس هل انا لا استطيع ان اصلي الا في الكنيسة لا هل انا استطيع ان اصلي؟ قال ومتى دخلت الى مخدعك؟ اغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في, في الخفاء، فابوك الذي في الخفاء يرى ويجازيك على نيتا شو هال هال هالروعه هي؟ فاذ لنا ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده وكاهن عظيم على بيت الله، الدمي رئيس الكاهن الاعظم يعني انا بالنسبه لي وهدي ادخل لقدس الاقداس بتخش بدخل بثقه وقت. على اساس الدم واساس الكاهن اللي عم اللي شق الحجاب من النص اللي ومن اعلى الى اسفل اللي شفناه صح الصالح شعبه خادما للاقداس والمسكن الحقيقي نعم. اذا انا ما بقى بدخل الى اماكن بس بدخل ويمكن واضح اليومين دول شايفين العالم كله بيائنه في موضوع كورونا ولقينا ان حتى الكنائس بدأوا يقفلوها أو قفلوها أو وقفوها عن العمل والناس ما بتروحش كنايس دلوقتي ما وقفوا العبادة لكن ما يقدرش يوقف عبادة الله ما بيقدر يوقف ما ما بيقدر يمنعنا بنلاقي الناس يعني أنا 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 سمعت يعني حاجة لسه أول إمبارح كان عندي خدمة مع مجموعة من الناس لا. وبعدين كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن الخدمة وإن أنا أنا فاتح الكنيسة ما فيش مشاكل اللي عايز يجي أهلا وسهلا لخدمة ربنا نعم أه واحد بيقول لي الكنيسة وقفوها في مكان معين راحوا رايحين مركز تجاري الناس بتشتري فيه محل اكل وشرب والناس اللي بتحضر في الكنيسه راحوا واقفين مع بعض وصلوا في 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 المكان في مكان اللي, بيشتروا فيه فبقى هنا هو مش المكان هو اللي بيحدد العباده نعم ولكن العباده هي اللي بتحدد المكان نعم نعم هلا في بدايه كورونا انا معي بشتغل مع مجموعه نشكر رب كلهم كويسين ومؤمنين ارثوذكسيين في ناس حزنت لانه ما كانت عم تروح على الكنيسه انا شو قلت لهم قلت لهم حلو انه نحن نحزن انه تسكرت الكنائس بس ماذا ما بيمنعنا ان احنا نستمر بالعباده أه؟ نحن ما في ما في عائق بيننا وبين الرب انه نحن نكون هلا بتقلي انت ضد لا لا بالعكس انا بحب الكنائس جدا انا وقت بشوف صليب بنسحر <applause> بنسحر وقت بشوف صليب عندي بالسياره معلق ثلاث اربع صلبان وين ما انا تبقى. في كل حته صلبان ايه ايه مش <applause> عرفت كيف؟ بالعكس نحن بنحترم المكان لكن نحن غير مقيدين بالمكان لان رب ادانا حريه مجد اولاد الله ايه لاني ممكن انا اكون على سفر ممكن اكون مريض في البيت ممكن أ... في ظروف كثير ممكن تمنعني اروح الكنيسه لكن هون بالعهد القديم شو كان؟ فرائض خدمه. وبنلاقي حتى الرسل في في بدايه المسيحيه كانوا بيتسجنوا وكانوا يهللون ويسبحون الرب بكل فرح ليه؟ لان ما فيش عائق بيعوقهم عن العباده الحقيقيه. طيب إذن في المسيحيه في فرائض؟ سؤال بيطرح نفسه هل المسيحيه في فرائد؟ مفيش فيها فرائض؟ هي ما فيش فيها فرائض وفيها فرائض. بنفس الوقت ما فيهاش فرائض لان فيها حريه ولكن فيها ترتيب لان الهنا اله نظام وترتيب خلينا نفتح رساله افسوس رساله افسوس اول شيء نفتح غلاطيه نفتح غلاطيه اربعه نعم شوف العدد ثمانية لكن حينئذ إذا كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة وأما الآن إذا عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضا للأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين أوقاتا وسنين أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا ما عندي أنا فرائض ما عندي يوم محدد ما عندي شهر ما عندي سنة هذا كله كان في اليهودية لا أنا ما, ما عندناش فرائض لا عندنا إله ترتيب اسمع آه. اسمع اللي هي بتسمى عندنا وصائة النعمة وليست هي أساس العبادة العبادة هي علاقة ايه بس انا بريد احطك على النقاط بكولوسي 22 شو بيقول تفضل اقرا لنا كولوسي 22 اذا ان كنتم قد متم مع, مع, المسيح عن, عن أركان, العالم نعم فلذا فلماذا كانكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذوق ولا تنجس ولا تجس تجس التي هي جميعها للفناء عن الاس... للفناء عن الاستعمال في الاستعمال في الاستعمال حسب وصايا وتعليم الناس التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية <applause> شو اذا ان كنتم قد متم مع المسيح عن اركان العالم فلماذا كانكم عايشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس لا تذق لا تجس التي هي جميعها للفناء هاي الاشياء اللي انت عم تمنع نفسك عنها هاي شو للفناء 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 بس شوف الكلام شوف الكلام في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس هي ما هي تعاليم الله لازم ننتبه هل انا انفذ تعاليم الله ام انفذ تعاليم بشر وده اللي الرب يسوع نفسه قالها للفريسيين او لليهود عامه للشعب الله مم. قال لهم انتم تركتم تعاليم الله ترقتم وتبعتم وصيه الله مصير. وتبعتم, وتبعتم تقليدكم, او تعاليم الناس شايف؟ بس الفكره وين هلا ممكن يجيك شخص يقول لك انا بقول لك كلام من الرب بتعرف مين كانت تقول انه هي نبيه من الرب ايزابيل اه ايزابيل كانت تقول هي نبيه من الرب وهي وثنيه شريره قاتله زانيه من كل انواع الصفات كانت تقول انه هي نبيه من الرب قتلت كم من ابي نعم <applause> نعم فالفكره وين الفكره ليس ما يقوله الناس فان كنتم قد متم مع المسيح عن اركان العالم فلماذا كانكم عائشون في العالم تفرض عليكم فرائض لا تمس لا تزق لا تجس التي جميعا للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس خلصنا من تعاليم الناس ووصايا الناس طيب التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة شو معنى عبادة نافلة فرائض زائدة م. انت بتزيد نافلة يعني زائدة م. يعني م. يعني الرب 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 قال لك مثلا صوم كويس؟ آه. انت شو بتقول له؟ بتقول له يا رب انت قلت صوم مثلا اربعة ايام، 10 ايام، 40 يوم هاللي هو. انا يا رب بدي اصوم لك 41، 42، اكثر ما انت طلبت يا رب. كاني انا بدي امنن على الرب واحط على الرب اني انا بعطيه عباده شيء زائد، انا بضيفه من نفسي. الرب ما بده زياده، انت انت يا ريتك تطبق اللي عليك والرب اللي قال لك يا وطبقه بحسب فكر الرب وبالطريقه اللي اعلنها لك الرب اللي قال اضع نواميسي في قلوبهم في اذانهم واضع اكتب على, على قلوبهم قلوب. طب اذا انت شيء داخلك الرب ويضعه ما اتمنى الرب تقول له عباده نافله انه انا أبدأ ازيد واعطيك من عندي يا رب طيب وتواضع وقهر الجسد وليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية طيب إذا هو عبادة باطلة وإذا هو بيحاول أنه يكون تواضع ليش قهر الجسد ليش قهر الجسد ففي ناس حتى مارتن لوثر قبل ما يبدا الحياه الجديده كان بيقول لك كان يطلع الدرج تبع روما وكان بيدرس بروما نعم. يطلع الدرج كله على اصابيعه ورجريه عرفت كيف؟ فكان بيحاول انه يعمل عباده نافله ويقهر جسده، كله هذا ما شاف فيه اشباع ما شاف فيه اشباع الحقيقه وقت وقت رساله روميه وشاف انه الخلاص بالنعمه و... ولا شيء من الدينونه مثل ما انت قلت بالاصحاح الثامن شاف الفكر الالهي اللي الله محضر لك بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم كتاب مقدس الواضح الرائع نعم هون صار في اشباع وصار في راحه هو المسيح هو الشبع الحقيقي ايه ايه له كل المجد بس تصور انه في ناس بتحاول انه تعذب جسد <applause> اول ما طلعت على التعليم انا طلعت على الريف نحن عندنا بسوريا ببعت الواحد على الريف فتره سنتين ثلاثه اربعه لبين ما عندنا باتين. في مصر يخدم. يخدم ايه يخدم بالريف لازم يخدم أه. الريف فمرة رحت أنا وكان رمضان قال لي المختار هذا وجه القرية قال لي وأنا بدي أسافر مسافة حتى أوصل على حلب جيت ما لقيت مدرسة بالمختصر ما لقيت مدرسة فقلت له وين المدرسة دا درس فيها قال راح نبنيها راح نبنيها فقلت له طيب انا راح انزل اخبر التربيه انه انتم معكم مدرسه مشان تبنوا، قال راح نبدا، قال انت جوعان؟ قلت طب له طبعا جوعان وكان رمضان، فقال لهم عملوا له بيض، عملوا لي بيض، وانا حطيت بدي اكل سوي هو شو يسوي ينزل المنديله على وجهه ويبرك يهز حاله هيك وهذا انه هو شو عم عذب جسده، انه هو عم عم يمنع حاله عن الاكل، انه هو مفكر شو انه هذا بيرضي الله الله بينظر للقلب ما بينظر للافعال اللي انت عم تعملها اذا انت مش تاكل وعم تمنع حالك فانت مانك صايم ما عم بحكي على الشخص عم بحكي على الطريقه طبعا هو الله يسامحه ويباركه بس الفكره انه في كتير ناس بتعذب جسده ليه لتمنن الله انه هي عباده نافله عباده هي من اختراع البشر ليست من رب الرب قال جسدك لازم تربيه وتقوته وتريحه وتعتني بيه وتعتني فيه صح؟ صح طيب هذا اللي شفناه بكولوسي ب آه ب ب آه افسوس كمان اصحاح اثنين رساله افسس 2 نعم قالوا واذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا غير هيك هلا بيحكي هون باصحاح 2 عدد 8 لا بيحكي اللي ما الصك الذي علينا في الفرائض ايه شوف العدد 14 بيقول لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط سياد متوسط العداوه مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض شايف انا حبيت انه هذه النقطه تخدمنا شوي لأن حاجه كثير قويه هذا الشاهد فكنت مركز انه بريد يطلع قال لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط اي العداوه مبطلا بجسده ناموس الوصايا في الفرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله, الله الصليب قاتلا العداوه اذا مبطلا بجسده ناموس الوصايا اذا المسيحيه ما في ما في فرائض علينا فيها ترتيب بس في في ترتيب طبعا اه هو اللي هو نحن عندنا وسائط النعمه وليست وصايا النعمه نحن <applause> عندنا نحن عندنا الناموس الملوكي اللي لا تقتل لا تزني هذا ما ما بينتهي هذا ما بينتهي هذا قانونات قانون اه ده ده قانون اللي بس, بس شو اللي ابطله الرب؟ الوصايا اللي بلشت البشر تحطها لاني انت بتعرف انه بالتقليد هو شو التقليد تعليم الناس تعليم الناس جابوا هدول في البيت جابوا هدول الوصايا <applause> وضافوا على كل واحد خمسين ستين بند <applause> انا عندي التلمود عشرين جزء في البيت <applause> إيه. عرفت الفكره وين <applause> فالفكره اني انا بالنسبه لي كانسان مسيحي <applause> المسيح ابطل بجسده ناموس الوصايا ما في فرائض قال شو مبطلا بالجسد ناموس الوصايا في فرائض ما بقى في علينا فرائض انا في عندي قانون في قلبي في ذهني جدد ذهني كتب على قلبي صرت انا اعيش الانتصار اعيش الرغبه في اني اطيع الرب من خلال شو من خلال ناموس الرب اللي وضعه في داختي من خلال الذهن المتجدد من, من من خلال القلب المغسول بالدم لأن وده, وده اللي بيأكده العدد العاشر لاننا نحن عملوا مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لنا نسلك فيها لكي نسلك فيها يعني نتاج الايمان بالنعمه التي عملها المسيح على عود الصليب <تصفيق> النعمه <تصفيق> ومن ايه اخذنا نحن نعمه فوق نعمه <applause> هذه نعمه الصليب اللي عملها المسيح على الصليب لتدبير خلاص ابدي اذا انت امنت بيها النهارده انت تلقائي نتاج هذا الايمان تعمل اعمال صالحه الله قد اعدها لك لكي تسلك فيها مبارك اسمك يا رب يعني معناتها اليوم ما راح نقدر ناخذ غير غير فقره واحده من يا دوبك يا دوبك نكمل ولا نكمل, نكمل. ولا اقول لك خلينا و... احنا وقفنا عند الفقره دي الفرائض الفرائض طيب ف... إلى لقاء <تصفيق> 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 احنا طبعا و و وقفنا عند الفرائض احنا وصلنا للصحاح التاسع اول صحاح التاسع عند الفرائض ووصلنا للجزء الاولاني اللي هي الفرائض اللي موجوده في العهد القديم المسيح جاء علشان يعدل الفكر ده ويفهمنا ان العلاقه الحقيقيه بينه وبين الناس هي علاقه شخصيه مش علاقه عمل ولكن العمل هو نتاج العلاقه الشخصيه اللي بينك وبين المسيح الرب عايز يقبل ايمانك النهارده الرب النهارده عايزك تقبل عمل النعمه اللي انت محتاجها انت محتاج النعمه انت محتاج عمل النعمه اللي عمله المسيح بس مش هتقدر تاخده الا بالايمان لان بدون ايمان لا يمكن ارضائه وهنشوف ده لما نوصل للصحاح الحداشر وسحابه الشهود واصحاح الايمان اللي بيتكلم فيه عن بدون ايمان لا يمكن ارضاء الرب انت محتاج انك تامن ايمان حقيقي شعب الشعب الحقيقي شعب الله اللي كان موجود في القديم كان كله بينتظر المسيح وجاء المسيا لكن للاسف الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله اما كل الذين قبلوا اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله لانهم مولودين ليس من مشيئه بشر ومن مشيئه جسد بل من الله أنت النهارده محتاج إنك تتولد من جديد، محتاج إنك تقبل عمل المسيح، محتاج إنك تعلن إيمانك النهارده علشان تقول الله معانا زي ما قال في تفسير عمانوئيل الله معنا. عِمَّانُو يعني معانا، إيل يعني الله، فالله معانا. إحنا محتاجين نعيش الحياة دي ومحتاجين إن إحنا نخلي الله معانا في حياتنا، في بيوتنا، جوانا. نسلك كما يحق لإنجيل المسيح. ساعتها أنت هتتغير وبسلوكك اللي أنت فيه سالك هتسلك كما يحق للكتاب وكما يحق لكلمة الله هتبقى منارة للآخرين وكل إنسان هيراك يرى فيك يسوع أيرى فيك الناس يسوع يا ترى النهارده هتعلن مجد المسيح تعالوا النهارده نعلن مجد المسيح ونعلن إيماننا فعلا بوعودك يا رب عايزين نتمسك بوعودك لان انت عمانوئيل الله معنا مبارك اسمك الى ابد الابدين هاليلويا هاليلويا مبارك اسمك يا رب هاليلويا ليك المجد ليك المجد رعينا بوداك انت رعينا وكل مالينا وتغمرنا بجودك شعبك يعلن بيك إيمانه يتمسك بوعودك انت رعينا وكل مالينا وتغمرنا بجودك عمان وين الله معاك مهما اشتد حرب علينا اعلن روحك فينا انك لينا ومن يكفينا غيرك انت يا فادي بينا حرب علينا اعلن روحك فينا انك لينا ومين يكفينا غيرك انت يا فدينا عمان ويل الله معانا عمان ويل عمان الله معانا قيمت حقك بتعلمنا وسراج رجلينا روحك فينا وبيعزينا نور عينينا كلمة حقك بتعلمنا بس رجلي رجلينا روحك بينا وبيعزينا وينور عينينا عمانويل عمانويل اللهم على كفك اسامينا منقوشة على ايدك، واللي مس ولادك ربي ده بيمس عينك، فين على كفك اسامينا منقوشة على ايدك، واللي مس ولادك ربي ده بيمس عينك man رب جايين لك النهارده بنطلب وجهك يا رب بنقول لك ملناش غيرك يا رب تعال يا روح الله النهارده انت فينا وبتعزينا وبتنور ليالينا تعالى النهارده يا رب واملانا جد تشكل قوانينا املانا من جديد انقشنا من جديد هكذا. شكلنا من جديد هكذا. ايها الفخار الاعظم يا رب جايين لك بنعلن مجدك يا رب لان مجدك علينا يرى مهما كانت الصعاب مهما كانت الامور مهما كانت الضغوط اللي احنا بنمر بيها لكن احنا واثقين ان لينا في الموت مخارج لانك انت الهنا انت راعينا انت حمينا انت فدينا نشكرك يا ملك الملوك ورب الاباء نشكرك يا رب على عطاياك نشكرك يا رب على عملك نشكرك يا رب على كل شيء وفي كل وقت لأن أنت تستحق الشكر أهم شكر يا رب بنقدمه لك إنك إن احنا بنشكرك على عطية العطايا شخص ربنا يسوع المسيح اللي جاء في ملء الزمان ليعطينا الحياة الأبدية بموته على الصليب بدل منا نشكرك يا رب من أجل هذا المنبر اللي انت فاتحه المجد اسمك يا رب، اشكرك من اجل اولادك يا رب العاملين في هذا المكان يا رب، املاهم بالمجد من عندك انت، املاهم بالبركه من عندك انت، المس كل واحد لمسه شافيه ومحييه، لان انت الطبيب العظيم، انت الطبيب الشافي، انت المحيي، انت يا رب في كل الشبع الحقيقي، اشكرك ونعظم اسمك يا رب بارك اخويا سيش ميخائيل يا رب اديله بركه ونعمه وملء كمان وكمان في معرفه كلمتك يا رب يا رب اذكر عبدك الضعيف يا رب انا ما استحقش ان اقف امامك لكن انت اديتنا الحق للوقوف امام عرش جلالك يا رب نشكرك من اجل هذه الفرصه اللي احنا بنقضيها معاك مهما كانت قصيره لكن فيها شبع لي لينا يا رب لان احنا بنتلامس مع الحضره الالهيه بنتلامس مع الحضور الالهي بنتلامس مع شخص ربنا يسوع المسيح لان حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه فهناك تكون في الوسط نشكرك يا رب ونعظم اسمك من الان والى الابد امين ربي يباركك يا مخيل ميخائيل سعدت بلقائك واكيد لنا استكمال في هذا الموضوع الشيق المثير والرائع في فلسفه الكتاب رساله العبرانيين ربنا يستخدمك كمان وكمان لمجد اسمه احبائي المشاهدين سعدت بلقائكم واشوفكم الاسبوع القادم مع همسه جديده وهمسات عابر